مندير مساء الخير. مساء الخير خويا صوالة. بس حوارنا حوار مع واحد طويل. اي والله وشغل هي المواصفات خاوتي، سما كون تشوفوني وتحضروا لي في الواقع تفهموا صح بلي فري بزاف طويل. جوستو مو شحال متر وشحال سنتيم؟ متر و 93 سنتيم قريب 2 متر. بروفيل تاع باسكيتر نو؟ وي لعبت باسكيت انو بصح على باز انايا وسبور اللي درتو بزاف هو لا بوكس، سما الطول هذا راهو جاي شويه وراثي. وثاني الطول اخاوتي يجيو معاه بزاف سلبيات، باغ اكزومبل انايا عندي لا سكوليوز في ظهري من الطول، ما نقدرش نشد روحي واقف بزاف. رينغ لايت شحال فيها باش توصل؟ الرينغ لايت نحيت تريبي تاع الرينغ لايت ودرت واحد تاع كاميرا كبيره قريب درت هذيك اللومه تاع لي زيميسيون. فوالا. واش الفائده تاع واحد طويل؟ ما تحتاجش سلوم في الدار، سما الا كان عاد طويل وراك في دارك محرقت شويه بيع سلوم وغير انت ريباري لي لومب. واش ماشي مليح تاع واحد طويل؟ ماشي مليح سيك دي فوا البيبان كامل تخبط راسك فيهم ميتو، دونك الا كان لقيتو مارا لهنا اي ماشي من الصالات اي من البيبان كي نخبط فيهم بزاف. والسراول ما عندكش مشكل؟ السراول طوال خلاص يجيني بونطا شيفي. جوستومون في الدار اللي ما نخرجت قلت وراثي. خرجت للبابا هو اللي طويل فينا. اللي ما نعرفوش جامي شفناه. اي والله جامي شفتوه. ماهوش تانيك في الرياضه نو. هو وراثي. لا هو في البيزنس. بابا دخل في البيزنس. اللي دخل العليم. اي والله. ايا ما يبانش. واش تقول على الناس اللي تقول باللي تيك توك ماشي مليح؟ يعني انت لو تصنف من مواقع التواصل الاجتماعي هل صح تعطيهم راي تقتنع باللي صح تيك توك فيه سلبيات بزاف؟ بون تيك توك ما فيهش سلبيات، لا بلاتفورم في بحد ذاتها، مي سا ديبون لا كاتيجوري اللي تتفرجوها برك، دونك الحاجه اللي يافيشيها لك تيك توك، ماشي معناتها تيك توك وهكاك، انت لايكيت ولا اونجستريت الحوايج هذوك ولاو يخرجوا لك، صافي دير كي يخرجوا لك حوايج ماشي مليح حتى اللي حبيتهم. في يوتيوب راني حاب نولي ندير يوتيوب، راني عندي دو كا برك، تسمى ابونيوني على وجه ربي. اسمكم؟ مندر تيريدويت سيد علي. درت خطره حاجه وشفتها الوالده قالت لك هذه ما تبيبليهاش. بون على باز انا ماشي حتى تقول لي الوالده، سما نعس بيان واش ندير، ميم سي لي فيديو اللي نديرهم سبونطاني نعقبهم على المونتاج ونشوف الكلمه اللي توالم والكلمه اللي ما توالمش. صح كاينين اخطاء في لي فيديو تاعي اللي درتهم في الديبي، خلاص كانوا كاينين كلمات تما كيما حنا قسنطينيه كاينين كلمات نقولوهم ما يجوزوش لهنا في الجي ولا في مختلف الولايات، دونك رجعت اللهجه تاعي تتوالم مع كامل الولايات 58 من الجنوب وطلع. قولهم بلي الانترفيو مع واحد طويل صعيب. الانترفيو مع واحد طويل صعيب باسكو راني قاعد نشوف في الريزلتا تاع لي بول تاعو راهو بدا يطلع بلا البروتيين. اي والله. ميرسي صافا في غرون بليزير ربي يخليك. مازال هيا قول شفت الفيديو تاع دي جي سنيك ولا لا؟ شفت الفيديو تاع دي جي سنيك اي صافا فريمون بلو، فيديو بزاف شباب اي تري ارتستيك. بصح كاين اللي ينتقدوه. بون ما كانش واحد اللي يحبوا العالم بكل كما على بالك، الرسول صلى الله عليه وسلم وكانوا عنده منتقدين وكانوا عنده عباد اللي راهو كونترو الور كو هذاك البنادم على بالنا باللي هو اللي خيره ربي. ولازم نقولوا ايضا باللي الفيديو كليب هو فيلم قصير، هو حكايه دونك ما يقدرش يقنع كاع الناس. وثاني المعلومه اللي حبيت نزيد نجوزها لكم لهنا اطرافير هذا الانترفيو سي كو لي كليب تاع لي دي جي سي دي كليب ارتستيك، دونك عندهم ان ميساج اترافير ليماج با اترافير لي بارول، دونك هو كان قادر يوصل، هو قاعد يوصل لكم في الجزائر 58 ولايه كيف راهم عايشين. تسمى كي تلقى واحد راقد فوق الموطو هذيك حاجه نشوفها انايا، تسمى سا مي ريبريزونت في لا فيديو، ماشي تري بريزونتيني انا، تري بريزونتي الجزائر. واش تقول للناس اللي راهم يسوقوا بزاف رجعوا لي كورتيج شويه راهم يموتوا بزاف لي زاكسيدون؟ بون لي كورتيج شباب ماشي شباب، انا حاب ندير الكورتيج تاعي بلي زاد ميل ولي بورش، بصح ما ديروش لا فيتاس برك وسيرتو ما ديريفتيوش، تسمى بتنظيم هذه هي. وشو كي تركب في الموطو ثانيه تعجبك طير طير. ميرسي بوكو يعيشك. ميرسي صافا في غرون بليزير اي بون كوراج افو. تليتلي ولا تريده؟ تليتلي نهار اثنين على الساعتين. ميرسي يعيشك بابا. ميرسي.